أقمال كبيرة عقدها الأوكرانيون على قمة فيلنيوس بإعاز من القادة السياسيين والعسكريين بتصريحاتهم عشية قمة ليتوانيا حول إثبات أوكرانيا أحقيتها وجدارتها في الانضمام إلى الحلف وتوقعاتهم بتلقي دعوة للانضمام وضمانات أمنية، فجاءت النتيجة أقل مما يأملون. كان من الضروري علينا الإصغاء لدعوة حلف الناتو، والآن اتضحت لنا الخطوات القادمة. لقد تلقينا دعما ولا نشكك في أي من السبل التي علينا أن نسلكها لبلوغ عضوية الحلف، باعتباره أحد أهم طرق إيقاف هذه الحرب وعدم السماح مستقبلا لأي عدوان روسي آخر. انقسمت آراء المثقفين والصحفيين وحتى السياسيين ما بين من يرى أن نتائج القمة أتت مخيبة للأمال كالصحفي والسياسي الأوكراني ميكولين كاتجيسكي، ومن يرى أنها منطقية وعزى ذلك إلى الفساد الضارب في جذور الدولة، ما يتوجب على الأوكرانيين أن يعملوا على إصلاحات جذرية تؤهلهم لتلقي دعوة الحلف، وهذا ما يراه الصحفي الأوكراني بوهدان بوتكوفيتش. حسب فهمي لم يكن هناك خيار آخر أمام الناتو. دعوة أوكرانيا للانضمام للحلف في إطار زمني وخطوات واضحة في وقت الحرب أمر غير ممكن، وإن كنا نرغب بشدة في ذلك. أنا ضد مخرجات القمة، ولكن منطقيا أفهم أنه الخيار الوحيد الذي كان ممكنا. أما آراء الشارع الأوكراني فقد أتت كالآتي: لقد كنت أتوقع ذلك، وأنه لن تكون هناك قرارات واضحة. لقد فعلنا الكثير من أجل ذلك، وكان يجب أن نكون في حلف الناتو منذ زمن. يعتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن نتائج القمة ليست مثالية ولكنها مقبولة. أما الشارع الأوكراني فقد أتاه الخبر من فيلنيوس مخيبا للآمال، على الرغم من أن البعض متفهم لأسباب عدم دعوة أوكرانيا ويرى أن الفساد يشكل أكبر عائق أمام انضمامهم، حين يصف آخرون قادة الناتو بالجبناء الذين لا يرغبون في صراع مباشر مع روسيا. ضيف عادل، العربية، كييف. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.